الكرة يخرج إليه حارس المرمى وأخطأ الهدف الأول. أخطأ الحارس نعم. مانجوي ارتقى وضع كرة هدية تماما للاعب كرب رزافيت. ليما يهرب مرة أخرى داخل منطقة الجزاء. ليما كيفو توكا شباك فارغة. هدف ثاني الآن لكارب رازافيل. هذه المرة لا الحارس ولا الدفاع، إن شباك شاغرة فارغة تنتظر من يضع. فيل مقابل 58% لخصمه. ويليامز فيل كرة على أقصى اليمين، عرضية الهدف، الهدف لويليامز فيل، يستحق الهدف نعم. تسديدة بكرة عند نقطة الجزاء وهدف تقليص الفارق لي. زال على أرضية الميدان مع الوامبا، خطيرة هذه الهجمة، ممتاز نجوما، نجوما يغالط حارس المرمى مانجوي ويسجل الهدف الثالث. ظننت بأن الحارس أبعد الكرة إلى ركنية.